اكيد طبعا هنتكلم على الكره الافريقيه، خصوصا ان ضيفنا النهارده في السادسه هو ميغيل جاموندي مدرب فريق الوداد المغربي السابق. طبعا بدايه بشكرك على وجودك معانا على شاشه الاهلي، وبشكرك على التواجد معانا في السادسه. شكرا جزيلا لكم، ما بالغ سروري لتواجدي معكم. سينيور جاموندي، خليني بس قبل ما اتكلم في الكوره، انا لفت انتباهي الصورتين الموجودين في الخلفيه، صور فرعونيه. يعني هل انت يعني بتحب الحضاره الفرعونيه، او يعني باحث جيد عن الحضاره الفرعونيه، ولا ده بس مجرد صدفه؟ لا لا، بالطبع ليست محض صدفه، انا احب الحضاره الفرعونيه جدا، واطفالي يحبون تاريخ الفراعنه ويعرفون الكثير عنه. نحن كنا سعداء حينما زرنا مصر أن نرى الأهرامات ونرى كثير من الآثار الفرعونية. الحضارة المصرية حضارة رائعة جدا، كذلك كالتاريخ الروماني وهكذا. لكن وكل مرة أزور فيها مصر أحاول أن أعرف أكثر عن التاريخ المصري وعن الحضارة الفرعونية. هو شيء رائع جدا ويستحق الفخر من المواطنين المصريين. بشكرك جدا واهلا وسهلا بيك في مصر في اي وقت. انقل معاك لواحد من مصادر فخر المصريين، وهو النادي الاهلي طبعا، اللي قدر ان هو يحقق بطوله افريقيا للمره العاشره في تاريخه وللمره الثانيه على التوالي. ازاي شفت تتويج النادي الاهلي السنه دي، وازاي بتشوف تجربه موسيماني المدرب الجنوب افريقي مع النادي الاهلي؟ أعتقد كمدير فني أحب هذه العملية التي تدار في الأهلي، وهذا التنظيم وهذه الأجواء في النادي الأهلي. ولو لاحظت الأهلي في آخر 3 أو 4 سنوات، الفريق يسير بخطى ثابتة بخطة ويصر على الفوز دائما. بالطبع كرة القدم هي أهم شيء فيها التخطيط، وكذلك اللاعبين في النادي الأهلي مع إدارة النادي، وهذه الأمور كل هذه أمور مهمة وأوضحت لنا كيف تمكن الأهلي من الظهور بهذا المستوى. طيب خليني اتنقل معاك لفكره الدوري السوبر او السوبر ليج، الفكره اللي يمكن ما نجحتش لغايه اللحظه في اوروبا، واللي في تفكير الحقيقه من الفيفا في استنساخها في قاره افريقيا مع الانديه الافريقيه. الى اي مدى ممكن تشوف انه الفكره دي ممكن تطبيقها بالفعل، وايه ممكن يكون اوجه الاستفاده على الانديه الافريقيه في حاله تطبيق السوبر ليج؟ أنا أتفق مع ذلك، أعتقد أنها ستكون مفيدة مع الكرة الأفريقية. أنا في متواجد في وسط الكرة الأفريقية منذ فترة، والكرة الأفريقية الآن تشابه قليلا الكرة في أمريكا الجنوبية، وهذا النوع من الدوري الأفريقي يحسن ويطور أداء الكرة الأفريقية ويحسن مستوى الأندية كذلك. وكذلك الأندية عليها أن تطور من الأداء والتنظيم الخاص بها. يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، ليس كل الأندية الأفريقية كالأهلي والرجاء والوداد. ممكن بعض الأندية كسان داونز وكايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس منظمين، لكن معظم الأندية ليسوا كذلك. الأندية في الكونغو وهذه البلاد ليسوا على نفس المستوى كأندية أمريكا الجنوبية، تحسن من نفسها وتطور من نفسها بشكل دائم. طيب بمناسبة كلامك عن أندية أمريكا الجنوبية، ومناسبة كمان تأهل النادي الأهلي
لمونديال الأندية أو لكأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال، بعض الأصوات وهي منطقية الحقيقة بتطالب أنه يكون في عدالة في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، خصوصا بعد نجاح الأهلي في الفوز على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في النسخة الأخيرة وتحقيق الميدالية البرونزية. بعض الأصوات بتطالب أنه يجب المساواة بين كل الأبطال اللي بتشارك، وألا يتم تأهل البطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية مباشرة إلى الدور قبل النهائي. نعم بالطبع أعرف هذا وأتفهم هذا أيضا. ولكن ليس كل الأندية في أفريقيا تستحق هذا كالنادي الأهلي مثلا. وكما قلت من قبل تحتاج بعض التنظيم وتحتاج بعض الإدارة الجيدة قبل أن تطالب بهذا. ليس كل الأندية في أفريقيا تستطيع ذلك. أنا أتفق مع ذلك طبعا كما قلت من قبل أن أكبر الأندية في أفريقيا هي التي تستحق ذلك وتستحق أن تصل لهذا المستوى. لكن لو حللت كم من الأندية تستطيع أن تفعل ذلك كأندية أمريكا الجنوبية التي تستطيع إحضار أعلى اللاعبين، وكأندية الأوروبية والأندية من أمريكا الجنوبية، لا يوجد العديد من الأندية الأفريقية تفعل ذلك. يجب أن نكون واقعيين، يجب على الأندية الأفريقية أن تحسن وتطور من نفسها قبل ذلك. ومن المهم جدا أن تطور نفسك أولا بأول وتحسن من أداء ناديك. طيب أنت شخصيا مدرب أرجنتيني عشت في قارة أفريقيا ودربت أندية أفريقية وخدت تجارب كثيرة جدا على الملاعب الأفريقية. خليني أسألك، ليه مش بنشوف ده على مستوى اللاعبين الأرجنتينيين؟ يعني في أفريقيا لاعبين جم من أمريكا اللاتينية من مختلف الدول، من برازيل، من أوروغواي وغيرها من الدول. ليه مش بنشوف لاعبين أرجنتينيين محترفين في دول أفريقية أو في أندية أفريقية من وجهة نظرك؟ في الواقع لا أعرف بالتحديد، هذا أمر محير. ممكن اللاعبين الأرجنتينيين ليسوا كاللاعبين البرازيليين في الاعتياد على الأجواء الأفريقية، ولكن اللاعبين الأرجنتينيين يتجهون دائما إلى الأندية الأفريقية، الأندية الأوروبية الكبيرة. لكن قدومهم لأفريقيا أمر هام جدا طبعا. أعتقد أن الأرجنتين تستطيع إرسال لاعبين جيدين للعب في أفريقيا، ولكن بطبيعة الحال في أفريقيا لا نتكلم فقط عن كل الأندية، لكن نتكلم عن الأندية الكبيرة تريد إحضار لاعبين جيدين، لكن معظم الأندية تريد اللاعبين بثمن رخيص أو ليسوا لاعبين بميزانيات عالية. طيب خليني أستغل وجودك معايا. طبعا بهنيك طبعا على فوز الأرجنتين بكوبا أمريكا وتألق ليو ميسي في البطولة. خليني أسألك برضو عن الأخبار اللي بيتم تداولها. طبعا أجويرو تم حسم انتقاله خلاص للبارسا. تقييمك لتجربته أو ماذا تنتظر من أجويرو مع برشلونة؟ الحديث أيضا عن مصير ليونيل ميسي مازال يعني معلق حتى اللحظة، وكلام الحقيقة تم طرحه في الفترة الأخيرة عن فكرة طرح الإنتر لاوتارو مارتينيز طبعا اللاعب المهاجم الأرجنتيني للبيع. من وجهة نظري أن أرجح أن وأفضل أن لاوتارو مارتينيز يرحل وينتقل لنادي آخر. اللاعب يستطيع أن يطور من نفسه أكثر. لو تأملت في السنوات الأخيرة ستستطيع أن تجد أن اللاعب لعب مباريات جيدة كثيرة وأحرز العديد من الأهداف، لكن أجويرو في نهاية مجاله الآن ويستطيع أيضا أن يؤدي كذلك كلوتارو مارتينيز. إذا انتقل لوتارو مارتينيز أي الأندية تفضل انتقاله لي من الإنتر؟ لوتارو
أعتقد أن لاوتارو مارتينيز يمكن أن ينتقل للدوري الإسباني. أعتقد أنها ستكون خطوة جيدة جدا لأنه لاعب قوي سريع وعالي في على المستوى البدني والمستوى الذهني كذلك. وكذلك أجويرو كما فعل من قبل كارلوس تيفيز. ميغيل جاموندي طبعا مدرب الأرجنتيني مدرب فريق الوداد المغربي السابق، بشكرك شكرا جزيلا.